صورة جديدة ووجه آخر للعالم الإسلامي ينفتح به على الثقافة الإنسانية. مسؤولية كبيرة وخطة طموحة تقوم بها منظمة دول العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم بهدف تحقيق حلم تطوير وتنقية التراث وصياغة خطاب حضاري جديد يتبنى أحدث علوم العصر، معتمداً على فكر مستنير وعصري لمفكرين ومثقفين كبار التقينا بعدد منهم في حديثنا اليوم من الرباط. الأسبوع القادم نلتقي إن شاء الله في حديث جديد من مصر.